السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبيبنا في كل مكان متابعي قناة مستر أحمد علي المصري، يا رب تكونوا بخير وفي أسعد حال. الحقيقة الفيديو ده مهم جدا يا شباب لحبايبنا طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية، الناس اللي بتدور على مدارس غير الثانوي العام، الناس اللي نفسها تخش كلية زي كلية الهندسة أو كلية زي كلية الفنون التطبيقية أو كليات تكنولوجية أو حاجات جميلة. عندك بقى مدارس صناعية فنية حكومية فيها تخصص مهم جدا، تخصص أجهزة دقيقة وتحكم. هذا التخصص من التخصصات المهمة جدا في المدارس الثانوية الصناعية الحكومية، والحقيقة المدارس دي بيتراوح المجموع بتاعها من 175 لحد 235 درجة على حسب كل مدرسة وعلى حسب كل محافظة. تمام يا شباب، فتابعونا في الفيديو ده هقول لك إن شاء الله على أسماء المدارس بالدرجات بتاعتها في المحافظات المختلفة، واستأذن حضرتك ما تنساش بقى اللايك عشان إن شاء الله عايزين الفيديو ده يوصل لأكبر قدر من الناس. في ناس كتيرة بتبحث عن المعلومات وللأسف بتبقى المعلومة بالنسبة لهم تايهة وما بيقدروش يحصلوا على المعلومة، فبعد إذن حضرتك دوس على اللايك عشان اليوتيوب يرشح الفيديو ده لناس كتير وناس كتيرة تستفيد وتكون انت السبب في هذا الخير. ولو انت اول مرة تشاهد القناة شرفني بالاشتراك ودوس لايك، ومتنساش تفعل الجرس عشان يجيلك كل جديد، وتشير الفيديو عشان غيرك يستفيد. بص يا شباب، اول محافظة عندنا محافظة الدقهلية، والمدارس اللي تلاقي فيها ان شاء الله هذا التخصص تخصص اجهزة دقيقة وتحكم. عندك المدارس دي مدرسة سيد حجازي رضوان الفنية، مدرسة السنبلاوين الصناعية بنين، مدرسة الحوالي الفنية، مدرسة وفاء طه الصناعية بنين، مدرسة العزيزة. هذه المدارس يا شباب يتراوح التنسيق بتاعها من 218 ل 225، وكذلك برضو عندك مدرسة الكردي الفنية شعبة ميكانيكا تخصص أجهزة دقيقة وتحكم. تمام كده يا شباب، عندك برضو مدرسة محي الدين أبو العز شعبة ميكانيكا تخصص أجهزة دقيقة وتحكم، ومدرسة الريدانية الفنية، ومدرسة سندوب الفنية. ده بالنسبة لمحافظة الدقهلية من 218 ل 225. عندك بعد كده محافظة القليوبية مدرسة فاطمة الزهراء بنات 195، قليوب الصناعية بنات من 195، مدرسة بنها الصناعية بنات من 195. نيجي للمحافظة الثالثة يا شباب، محافظة الفيوم، عندك مدرسة ناصر الصناعية من 175، مدرسة الفيوم الزخرفية 190، مدرسة الفيوم الميكانيكية 185. عندك بعد كده محافظة بورسعيد، مدرسة جمال عبد الناصر الصناعية بنين. تمام كده يا شباب، وعندك بعد كده محافظة كفر الشيخ، مدرسة كفر الشيخ من 235، مدرسة ضبعة 215 وفيها كمان خدمات من 140 درجة. أما عن محافظة المنيا، مدرسة نبيل والي الصناعية بنات من 180 درجة، مدرسة أبو قرقاس الصناعية بنين 180 درجة، مدرسة مطاي الصناعية بنين 180 درجة، مدرسة بني مزار الصناعية بنين 180 درجة، مدرسة مغاغة الصناعية بنين 180 درجة. ولو انت اول مرة تشاهد القناة شرفني بالاشتراك ودوس لايك، ومتنساش تفعل الجرس عشان يجيلك كل جديد، وتشير الفيديو عشان غيرك يستفيد. نيجي للمحافظة اللي بعد كده يا شباب، محافظة بني سويف. محافظة بني سويف عندك مدرسة حسن عبد الرحيم الفنية بنات، عندك بعد كده محافظة القاهرة. محافظة القاهرة يا شباب عندك مدرسة القاهرة الصناعية بنات بالمنيا 190 درجة، مدرسة 15 مايو الصناعية بنات 180 درجة، مدرسة السيدة زينب الصناعية بنات 190 درجة، مدرسة السيدة نفيسة الإلكترونية بنات 185 درجة، مدرسة المرج الصناعية الثانوية بنات من 200 درجة، ومدرسة المرج الصناعية الثانوية بنين من 200 درجة. تمام كده يا شباب، ركز معايا وتنزل على طول على أقرب إدارة ليك برضو، وبص على المدارس وتشوف المدرسة اللي قريبة منك إيه والتخصصات بتاعتها إيه، وهل فيها هذا التخصص ولا لأ. نيجي يا شباب بعد كده لمحافظة سوهاج، مدرسة بنهو الثانوية الإلكترونية بنات من 210 درجة. عندك بعد كده محافظة الجيزة،
مدرسة طهما الصناعية بنين بالعياط 175 درجة، مدرسة الجيزة الشعبة الميكانيكية 195 درجة، نيجي بعد كده لمحافظة أسيوط، مدرسة أسيوط الفنية بنات 200 درجة، محافظة البحيرة عندك ثلاث مدارس، مدرسة المحمودية الصناعية بنات، ومدرسة دمنهور الصناعية بنات، ومدرسة الشهيد محمد عرفة الصناعية بنات. أما شباب عن محافظة الغربية، مدرسة زفتة الصناعية الميكانيكية 210 درجة، مدرسة صنبو الصناعية بنات 190 درجة، مدرسة سمنود الثانوية الصناعية بنين 185 درجة، مدرسة طنطا الثانوية الميكانيكية 210 درجة، مدرسة المحلة الثانوية الميكانيكية بنين 210 درجة. نيجي بقى يا شباب على محافظة الشرقية، والحقيقة محافظة الشرقية لها نصيب الأسد من هذه المدارس اللي فيها هذا التخصص، تخصص أجهزة دقيقة وتحكم. عندك التخصص بتاعنا بيقبل طبعا في كثير من المدارس زي ما قلنا، والتنسيق بتاع محافظة الشرقية بالنسبة للمدارس الصنايع من 215 درجة، والخدمات 160 درجة. مدرسة الشهيد العميد أحمد محمد عبد الله الكفراوي الصناعية العسكرية، مدرسة دير أبو نجم بنات، مدرسة الزعزي الصناعية بنات 2، مدرسة الحسانية الصناعية المشتركة، مدرسة كفر صقر الصناعية المشتركة، مدرسة حسن طه الصناعية المشتركة، مدرسة مشتول الصناعية بنات، مدرسة أبو حماد الصناعية المشتركة، مدرسة فقوس الصناعية بنين، مدرسة الرحمانية الصناعية المشتركة، مدرسة أبو كبير الصناعية بنات، مدرسة أمر الله بليغ الصناعية المشتركة، مدرسة الدكتور محمود الصناعية بنات، مدرسة هايا الصناعية العسكرية بنات. ده كده يا شباب محافظة الشرقية. نيجي يا شباب بعد كده لمحافظة المنوفية، عندك مدرسة العرب بنات، ومدرسة أم خنان الصناعية بنات، وعندك كمان هذه المدارس زي ما قلنا بتاخد من 200 درجة، المدارس الصناعية في محافظة المنوفية من 200 درجة، ومدرسة استبار الصناعية بنات، ومدرسة شبرا بخوم الصناعية المشتركة لمحافظة المنوفية. نيجي بقى لآخر محافظة معانا، محافظة الإسكندرية، مدرسة أمبروزو الصناعية بنات من 205 درجة، مدرسة مصطفى كامل الصناعية بنات 220 درجة. يبقى احنا يا شباب اتكلمنا عن المدارس المختلفة الصناعية الحكومية اللي فيها تخصص أجهزة دقيقة وتحكم. سيادتك برضو ليك انك تسأل وتشوف المدارس المختلفة، ممكن تلاقي التخصص دوت موجود في احد المدارس السنة دي كتخصص مستجد، مفيش مشكلة، اسأل في الإدارة واسأل في المدرسة قبل ما تقدم لو انت ناوي تخش هذا التخصص. وانت برضو لو في محافظة من المحافظات اللي انا ما قلتهاش، ممكن سيادتك برضو تسأل في المدارس المختلفة، ممكن السنة دي يبقى في قرارات جديدة في هذه الفترة واضاف هذا التخصص في هذه المدارس. هذا التخصص من التخصصات المهمة اللي سيادتك ان شاء الله تقدر بعد المدارس الصنايع ان شاء الله تقدر بقى تعمل معادلة وتخش كثير من الكليات زي كلية الهندسة، الكليات التكنولوجية المختلفة، والكليات التكنولوجية يا شباب بدأت تنتشر، كليات مهمة جدا جدا جدا، مستقبلها ان شاء الله كويس. وعندك برضو كثير من الكليات الاخرى وكثير من المعاهد العالية تقدر تخشها من هذا التخصص. تابعنا في القناة ان شاء الله هتلاقي كل جديد، وهتلاقي على القناة برضو المدارس المعمارية اللي موجودة في كثير من المحافظات، وكذلك برضو المدارس الصناعية وتخصص طباعة للناس اللي بتسأل عن هذا التخصص. تابعنا على القناة ان شاء الله هتلاقي كل جديد. عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والشير، ولو اول مرة حضرتك تشاهد فيها القناة شرفني بالاشتراك، وما تنساش تفعيل الجرس عشان ان شاء الله يجي لك كل جديد، وتشير الفيديو عشان غيرك يستفيد. كان معكم مستر احمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولو انت اول مرة تشاهد القناة شرفني بالاشتراك ودوس لايك، وتنساش تفعل الجرس عشان يجيلك كل جديد، وتشير الفيديو عشان غيرك يستفيد.